حياكم الله أصدقائي، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة المحترف. اليوم نحن نتواجد لكي نسلط الضوء على موضوع قد يعتبره البعض أنه ما كان علي أن أطرحه، وقد يعتبره البعض أنه يعني من الضروري جدا أن أطرحه. وبطبيعة الحال أنا أحترم جميع الآراء، لكن في المقابل أود أن نوضح نقطة معينة. أخي أختي، يعني مسألة أنك تشاهد حلقة اليوم، هذا يعني أنك تود معرفة ما إذا كان شريكك أو شريكك كيكي do you love me do you... يو أصدقائي، رجاء، شيء مهم جدا يجب أن أشرحه وأن أوضحه قبل بداية درس اليوم، هو أن الهدف من درس اليوم ليس خراب البيوت، وإنما فيديو اليوم هو موجه لأولئك الناس الذين لا يمكنهم أن يعيشوا في ظل الخيانة، سواء كان الشريك خائن أو الشريكة خائنة. لكن إذا كانت يعني هناك ثقة بين الأزواج فلا داعي أن يعني تستخدموا مثل هذه الطرق، لأن هناك طبيعة حال ثقة. لكن في المقابل إذا لم تكن هناك ثقة، يعني تود أن تجد أو تجد مجموعة من الأجوبة على أسئلتك، فاليوم إن شاء الله سأشاركك طريقة خطيرة جدا يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان الشريك أو الشريكة هي خائنة بالتجسس على الاتصالات الهاتفية. هذه الطريقة أولا لا يمكن أن يتم كشفها لا من الشريك ولا من الشريكة، كذلك أن حتى برامج الحماية يعني الأنتي فيروسات وبرامج الحماية لا يمكن أن تكشفها، فبالتالي يمكنك استخدام هذه الطريقة على المدى الطويل. سأشكركم جزيل الشكر إن نقرتم أولا على الزر لايك، لأن لايك أصدقائي هو تشجيع منكم إلي، وإذا كانت هذه أول مرة تتابعوني فيها فسأكون سعيد جدا بأن أرحب بك وأقدم لك نفسي، فمعك أمير رغيب، أزيد من 18 سنة كخبرة في مجال المعلومات، وسيسرني أن تقر على الزر سبسكرايب ثم كذلك نوتيفيكيشن لكي تتوصل بأي جديد أشاركه معك في هذه القناة. إذن لنمر إلى الدرس. يلا على بركة الله أصدقائي، أولا قبل أن تقوموا بتشغيل تطبيق اليوم يجب أولا أن تقوموا بإنشاء حساب جيميل. هذا الحساب يجب أن يكون حساب لا يمت إلى هويتكم بالصلة. أنشئوا هذا الحساب أولا، ثم تأتون إلى حساب الشريك، ثم تقومون بتثبيت هذا التطبيق. هذا التطبيق أصدقائي يمكن أن تحمله مباشرة على جوجل بلاي، فقد تأكدوا أنه التطبيق الذي شرحت اليوم، لأن هناك تطبيقات تشابهه ولا تعمل. ويمكنكم مباشرة الحصول على التطبيق من على الرابط في الأسفل. طبيعة الحال التطبيق عندما نقوم بتثبيته ننقر على أنصال، والتطبيق مباشرة سيمكننا تسجيل جميع المكالمات الصوتية التي يجريها الشريك أو التي يتوصل بها، ويتم يعني مراسلتنا إياه مباشرة على هاتفنا في سرية تامة كما ستشاهدون أعزائي. سننقر على Open، ثم بعد ذلك ننقر على I confirm I have، ثم Continue، ثم بعد ذلك ننقر على Allow، ثم Allow، ثم Allow، ثم Allow، ثم بعد ذلك ننقر على إعدادات. أول شيء ندب إلى Notification، نقوم بإلغاء هذه الخاصية وهذه الخاصية وهذه الخاصية حتى لا يظهر أي Notification بالنسبة للشريك، وحتى لا يكتشف شريك أمر مراقبتنا لهذا الهاتف. ننقر مرة أخرى على إعدادات، ثم نذهب إلى Hide Call Box Icon. سيتم إخفاء أيقونة هذا التطبيق، وهذا سيمكننا بعد النقر على On من أن نجعل يعني الشريك لا يعرف أنه تم تثبيت تطبيق يسجل مكالماته. نرجع مرة أخرى ونذهب مباشرة إلى Link to Google Drive، وهنا فقط شاهدوا معي أن التطبيق قد اختفى، الأيقونة غير موجودة للتطبيق. إذا من أجل إظهارها ننقر على نجمة 111 ثم نجمة ثم K، بعد ذلك نذهب مباشرة إلى Link to Google Drive، ثم ننقر على Link. إذا بعد النقر على Link سيظهر لنا إيميل يعني الشريك. هذا الإيميل لا يجب علينا اختياره، بل ننقر على User Another Account، ثم ندخل بيانات الإيميل الذي أنشأناه للتو. أوكي، إذن هذه النقطة لن أشرحها لأنها واضحة، ولكن في المقابل سأستخدم فقط إيميلي، ثم بعد ذلك سأعلم على هذا الخيار Enable Auto Synchronization، ثم Wi-Fi Only سأختارها On، وهذا سيسمح لي كلما اتصل هاتف الشريك بالWi-Fi يتم رفع الملفات إلى وإرسالها إلى هاتفي الذي من خلاله أراقب هذا الهاتف. إذن بعد ذلك سأعود، أعتقد أن كل شيء تمام. إذن بعد ذلك سنقوم بتجربة، سأحاول الاتصال مثلا بهاتف زوجتي. إذن الآن أحاول الاتصال بهاتفي ونجرب. السلام عليكم، هذه تجربة فقط، شكرا.
إذا الآن كما سمعتم فقد قمنا بإرسال أو القيام باتصال. الآن بطبيعة الحال من أجل مراقبة هذا الاتصال طريقة بسيطة، نتوجه مباشرة إلى هاتفنا، ندخل على حسابنا drive.google.com، ندخل على هذا الرابط. مباشرة عند الدخول على هذا الرابط نسجل الدخول بواسطة الإيميل الذي أنشأناه. أنا شخصيا سأسجل دخولي بمستر راغي ثم أوكي. إذا بطبيعة الحال يمكنكم تسجيل دخولكم إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الحاسوب، ثم ننقر على هذا الخيار ثم نذهب إلى ريسنت. مباشرة سنجد بعض التسجيلات التي قمنا بها بواسطة هذا الهاتف. نسمع التسجيل. إذن كما سمعتم فكانت هذه تجربة، وبطبيعة الحال كل مرة يجري أو يستقبل شريك اتصال هاتفي فمباشرة يتم رفعه كما ستشاهدون، يعني مباشرة يعني نغلق ثم نذهب مرة أخرى. نذهب إلى ريسنت كما تشاهدون، نقوم بتحميل الملف ثم نسمح. كما سمعتم فهذه الطريقة أصدقائي التي يمكنكم من خلالها أن تراقبوا هاتف الشريك. طبعا الطريقة هي آمنة ولن تخشوا أن يتم كشف الأمر من طرف الشريك كون أنه ليس فيروس كما شاهدتم، فهو يتم تحميله مباشرة من على جوجل بلاي، لكن طريقة استخدامه هي التي نوعا ما ذكية والتي ستتيح لكم مراقبة الشريك دون أن يكشف أمركم. إذا أصدقائي وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أتمنى إن شاء الله أنكم استفدتم معي وإن شاء الله ما يكون نتائج مخيبة للآمال، وعلى أن ألقاكم في فيديو قادم بإذن الله. إذا كانت لديكم أي أسئلة فسأكون سعيد جدا بالإجابة عليها. يمكنكم فقط زيارة موقع الرسمي الذي يوجد رابطه في الأسفل، وستجدون يعني زر في الأعلى البث المباشر حيث يمكنكم طرح أسئلتكم التقنية عليه، وسأكون سعيد جدا بأن أجيب عليها. ورجاء أصدقائي لقد فتحت حساب إنستغرام لمن يود أن يتقرب أكثر من حياتي الخاصة، فستجدون حسابي الإنستغرام في الأسفل كما يظهر كذلك على الشاشة، يمكنكم متابعتي. لازال الحساب يعني العدد الفولور قليل، فأدعوكم أصدقائي أن تتابعوني بشدة على حسابي على الإنستغرام. فإلى نضرب لكم موعد إن شاء الله في موعد آخر وحلقة جديدة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.